لوائية رؤى كيال من مونتريال كندا، أهلا وسهلا فيك رؤى. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. انا من المطبخ، ما تاخذوني الساعة عنا 4 الصبح. أحلى أحلى شيء أصل المطبخ، يعني وجود نساء بالمطبخ يمكن هذا الشيء بيريح نفسيتنا أكثر. صحيح، هي القعدة والحكي أساسا ما بيطلع غير من المطبخ مع فنجان قهوة. رؤى، ختمتي التقرير انه بتتمني ترجعي لحمص، اكيد بنتمنى اكيد، وكلياتنا عنا شوق كبير، والحلقة اليوم حمصية بامتياز، مشان هيك اليوم كلهم عم يستلمونا. كان معنا من شوي نوار بلبل، ما بعرف اذا شفتيه. ايه قبل شفته، ايه استاذ نوار على عيني. رؤى احكي لنا كيف وصلتي، ايمتى طلعتي من حمص، قد ايه صار لك بكندا، يعني هي تفاصيل وصولك لهونيك وبدايه نشاطاتك. ايه تكرم عينك. هلا انا كنت عايشه، طلعت من سوريا، تخرجت وبعد ما خلصت دراسه، علوم فيزياء كيمياء، خلصت طلعت على الامارات. فانا قعدت بالامارات تقريبا فترة طويلة قبل ما اجي على كندا. وبعد ما كنا بالامارات، يعني قبل ما تبدا الامور عنا في سوريا تتدهور، احنا من 2005 انا وزوجي حاطين ببالنا انه حابين انه يعني نهاجر، نجرب الهجرة الثانية. انا بقول لك هجرتين، هجرة الشرق والغرب على طول، هي انا بحكي فيها او بسميها. فطلعت على من الامارات، اجينا على كندا ببرامج الهجرة. اجيت انا هجرة على كندا. ويعني استقرت بكندا تقريبا بال 2013، وانا اجيت لحالي. كان عندنا شويه ظروف، ما قدر زوجي يلتحق فيه. زوجي من تونس وما قدر يلتحق فيه، فاضطريت اني انا اجي انا وابني. ابني كان صغير، واجيت على موريال لانه بالنسبه للجاليه التونسيه، يعني انا دائما بقول له انتم القبله تبعتكم هي فرنسا، فانتم تصلونا لفرنسا، تصلونا لباريس، ولا لازم الاولاد عندهم يحكوا فرنسا طبعا. فاختياره كان لمدينه مونتريال كاستقرار، لانه كنا حابين انه ابننا يتعلم اللغه الفرنسيه بحكم البلد التونسي. فاجيت على مونتريال لحالي، فانا ما كنت بعرف فرنسي، والانجلش تبعي كان انجلش تبع شارع اللي احنا نتعامل فيه بالامارات، كنا ما كان هو انجلش يعني بروفيشنال. فبدات مو صفر، من الماينس 10 يعني تحت الصفر. اكزاكتلي. وكانت رحلة شاقة جدا، يعني انا وقت دخلت على الامارات، انا كنت وكمان هجرت على الامارات، خليني اقول لحالي انا طلعت من سوريا على الامارات، وكمان نفس الشيء الهجرة الثانية تبع كندا كمان كانت لحالي. للاسف يعني هجرة بتجر هجرة، يعني مثل كثير من السوريين. يعني نحكي شوي عن نشرك لتجربتك ويومياتك على وسائل التواصل الاجتماعي. هلا باول فتره، الفتره اللي بدا فيها الحكومه الكنديه تقدم برامج لاستقبال مجموعه من اللاجئين السوريين، اللي صار بدات انتشار معلومات جدا خاطئه على مواصل التواصل الاجتماعي مثل على الفيسبوك. فكان عمليه اصطياد يعني بالماء العكر، وعمليه اصطياد يعني تعرفي شغف الناس وتعلقهم باي قشه تخلصهم من اهوال الحر، فنصب واحتيال ومعلومات خاطئه انه كندا حتجيبكم حتطعميكم وتشربكم وتعطيكم بيوت وسيارات، يعني اكاذيب. فانا كثير كانت تستفزني هاي الامور، وبدات بنقطه انه احد الصبايا تواصلت معي انت بكندا وهيك، انتصب علي بعت بيتها وانتصب علي مبلغ حق بيتها اللي هي كانت معيشه اولادها فيه، فهي باعته مشان تهاجر وتطلع وتهرب. فانتصب علي مبلغ ورجعت تحت، رجعت يعني على بيت اجره. فانا هالموضوع كثير اثر فيني، انا قررت اني احكي كل شيء، وبدات افتح، فتحت جروب على الفيسبوك سميت ويلكم تو كندا، بدات احكي للناس شو حقيقه كندا، شو هي كندا، انتم كيف جايين، شو الحكومه اللي حتقدم لكم المعلومات. بهي الفتره انا كنت فتره يعني عم بدرس فيها، فكان عندي وقت كثير كبير، فسخرت نفسي وقتي للناس، وبدات انا كل شيء اعمله، كل شيء واجهه، بما اني انا كنت لحالي كنت وثقه، يعني وثقه على شكل يوميات. يعني رؤى بس اللي يصير معك، يعني ما كان عندك مثلا مصدر موثوق للمعلومه، تواصل ربما مع جاليات او ناس مسؤولين ربما عن موضوع اللاجئين بموضوع الهجره. انا هذا مسؤوليه اكيد انه انت تنشري شيء وتنصحي العالم. ما كنت ابدا اجيب شيء ابدا من عندي، يعني تجربتي ما بشكل شفاف، يعني مثلا اسعار البيوت هون بكندا، انواع البيوت، في كثير ناس كانت تفكر مثلا تشحن من السعوديه فرشه او هيك، عرفتي كيف؟ انا كنت اقول لهم لا، هيك بيوتهم مساحتها كيف، تدفئه هون هيك. بالنسبه للمعلومات اللي لها علاقه بالهجره، انا كنت دائما مصدري موقع الهجره الكنديه، موقع الهجره الكنديه،
انا الرسمي. يعني حتى المقالات اللي كنت انا ترجمه، انا اشتغلت على ترجمه المقالات حلو. اللي وترجمه المعلومات من الهجره، من وزاره الهجره اللغه العربيه، وكنت انزلها انا على صفحاتي. مثلا كيف طريقه لم الشمل، طريقه الكفاله، طريقه مين هي الكنائس اللي بتكفل، او الجوامع او الهيئات اللي هي بتقدر تكسب تكفل اللاجئين. فانا هاي كلها كنت اتواصل معهم وحاول اني استثمر هالوقت هذا اللي عندي الزياده، لان انا كنت انا استاذه، فانا دائما بحب العطاء، فخليني اعطي شوي اولاد بلدي. احنا هلا ما احنا لازم كلنا نوقف جنب بعض. وفعلا يعني الصفحه انتشرت بشكل غريب يعني، يعني اتوقع والحمد بظل لله. الشائعات المعلومات الغير دقيقه اللي فعلا عم توصل للاسف لاهلنا وممكن تضره، مثل ما ذكرت احد صديقاتك يعني خسرت بيتها ومالها ورجعت للصفر وبيت عم تستاجره. هلا بالنسبه للاشخاص اللي عايشين بكندا او اللي عندهم رغبه انه يسافروا اليها، شو نصيحتك لهم؟ طبعا انت مصدر معلوماتك مثل ما ذكرت هو موقع رسمي وايضا خلال تجربتك. طبعا اكيد. هلا أنا اي حدا راغب بالهجره الى كندا، انا اول شيء لا اقدم نفسي كمستشاره هجره، لكن انا خبرتي في برامج الهجره كثيره بسبب انا تواصلي مع مستشارين هجره ومع يعني الكثير من الحالات اللي انها مرت معي. يعني انا كانوا يسالوني سؤال، روح على موقع الهجره دور على السؤال واقعد استفسر، فقرات جدا لدرجه انه طلعوا لي اشاره علي ان انا بدي ادرس استشاره هجره، انه انا فاتحه هاي الصفحه لاني انا ناوي اعمل استشاره هجره، مستشاره هجره واستفيد من الصفحه. لكن الحكي ما هو مزبوط طبعا. اي حدا بده يجي على كندا مبدئيا وحاليا برامج اللجوء تقريبا متوقفه، شوي متوقفه، لكن فيكم انكم تجوا عن طريق الهجره. هلا الهجره هي دائما مفتوحه، كندا تستقبل تقريبا بحدود 300 ألف مهاجر سنويا. طبعا هذول مو بس عرب، مو بس سوريين، من جميع الجنسيات العالم. في عندهم برامج كثير، في برامج العماله الماهره اللي هي انا اجيت فيها على كندا، في عنا برامج ثانيه اللي برامج اكسبرس انتري اللي هو الدخول السريع، اللي بيكون الناس اللي عندها خبرات عاليه وواسعه وشهادات جدا عاليه وخبرات عالميه، هذول ممكن انه يدخلوا ببرنامج سريع خلال 6 شهور. في طريقه الكفالات، هي طريقه لا زالت موجوده كفالات بعض الجمعيات اللي بتكفل الناس، ولكن اقل بكثير، يعني العدد كثير قليل، في ملفات عددها تقريبا يعني بالمئات بالسنوية. وكمان لا انه هن بس سوريين، فانا هون رسالتي من خلال موقعكم وتلفزيونكم انه وقت اللي بيجيكم انتم معلومه على الانترنت انه كندا بدها وحتكفل او حتجيب لاجئين، هلا حاليا برامج كندا موجهه فقط لاوكرانيا، لاوكرانيا فقط حاليا، قبل فتره وجهوها لافغانستان. يعني كل فتره بيكون في الحكومه في مشكل باي بلد، فبيكونوا يعني بيحازوا. صحيح رؤى، طبعا هي دائما ما بعرف ليش موضوع كندا بالذات دائما بيكون في عليه اشارات استفهام وبتكثر الاشاعات حوله، اي استفسار هلا لازم نقول انه يتابعوا صفحتك مشان يشوفوا كل شيء جديد بموضوع الهجره واللاجئين. نتمنى لك كل التوفيق، للاسف خلص وقتنا. فرصه سعيده رؤى كيان من مونتريال كندا، شكرا لك، ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك يا رؤى.